ده امتحان في الوطن اللي بيشهد المرور 60 يوم عن انقلاب العسكري الدموي. 60 يوم مضت على انقلاب 3 يوليو 2013 ضد اول رئيس مدني منتخب لمصر. عاشت مصر هنا أسوأ أيام في تاريخها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتعرض الشعب المصري خلال هذه الأيام لأكبر عملية تزييف للواقع في تاريخه إن لم يكن في تاريخ البشرية. استهدفت في الأساس ضرب هويته وتغيير ثقافته ومعتقداته. وارتكبت سلطات الانقلاب بحق المصريين أبشع جرائم ضد الإنسانية من قتل وحرق واعتقال وتنكيل الرموز السياسية والوطنية والإسلامية وقلب الحقائق وتدقيق الاتهامات واغتصاب إرادة الشعب. وفيما يلي اختصار لأهم ملامح فشل هذا الانقلاب الدموي. على الصعيد السياسي تواصل مصر خسائرها السياسية رغم حملات التهليل والتضليل التي يمارسها الإعلام الحكومي والخاص المناهض لثورة 25 يناير. ويرى التحالف الوطني أن الانقلاب العسكري تعامل مع الشأن المصري لحساب فئات معينة. تبين في النهاية أنها تدور في فلك واحد وهو عادة إنتاج نظام مبارك السابق.